الاسكتلندي داني ماتلين المدرب اللي وضع الاسس الصحيحه بعقليه اللاعبين من حيث الانضباط والربط والطاعه في سنه 1980 مدرب اسكتلندي الجميل لقاد هذا المنتخب. كرة ملعوبة الآن، بصماته إلى الآن موجودة، وهدف تعادل يا ولد يا ولد يا ولد، الله على وجود الرابطين الأسد نشأت أكرم، أسد نشأت أكرم يسجل الآن هدف التعادل، يسجل الآن هدف التعادل، وأسود الرابطين يعودون والعراق تعود مع بداية شوط المباراة الثاني. نشأت أكرم يسجل هدف التعادل 1-1. الله يا نشأت أكرم، الله على هذا اللاعب مايسترو في وسط الملعب، هداف جميل في الأمام. شوف الكرة وصلت من كرار إلى نشأت، ونشأت واحدة تسديدة، حارس المرمى عامر شفيع ما استطاع أن يعمل معها شيء، فقط اكتفى هو يشاهد الكرة في الشباكة بعد تسديدة جميلة رائعة من اللاعب نشأت أكرم. المايسترو يعود الآن مرة أخرى إلى المباراة بمنتخب بلاده نشأت أكرم، وهدف التعادل الآن 1-1 1-1. لكن حلوة من كرار وأروع من نشأت، وأسود الرافدين يعودون والمنتخب العراقي يعود ويفرح هذا الجمهور الكبير الحاضر والموجود هنا في استاد عمان. جماهير العراقية موجودة في كل مكان. الذي داني ماكلين عندما لعب معاه خالد سليم وميلاد عباس وراتب داوود ووليد خنديل وابراهيم مصطفى وناجح دياب وغيره من الاسماء. وكره ملعوبه الان كرار يا ولد يا كرار داخل منطقه الجزاء، لكن خليل بن عطيه يبعد، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا نشأت، الله على اسود الرافدين، الله على اسود الرافدين، بعدا عن التاهل بعدا عن الوصول الى الدور القادم بعدا عن تكرار انجاز 86، المنتخب العراقي يسجل ثالث الاهداف، ويا لها من طفره ويا له من رد ويا لها من نتيجه يعملها المنتخب العراقي في شوط المباراه الثاني. يسعد الجمهور العراقي، يسعد الجمهور العراقي. لكن كرار وما فعل كرار، كرار هو الورقه الرابحه لزيكو، كرار هو من صنع الفارق. نشأت أكرم، نشأت أكرم داخل منطقة الجزاء ما يلاعب، نشأت أكرم داخل منطقة الجزاء ما يلاعب، يسجل الآن ثالث الأهداف في هذه المباراة، والمنتخب الأردني يتأخر في هذه المباراة بثلاثة مقابل هدف. لكن شاهد وتابع كرار وما فعله، وأخطاء دفاعية بالجملة في شوط المباراة الثاني بالنسبة للمنتخب الأردني، استغل نجوم المنتخب العراقي على أكمل وجه وعلى أفضل وجه، واللاعب نشأت أكرم هو من يسجل ثالث الأهداف.